مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Keep Watching. الفيلم بيبدأ ببنت بتكون في أوضتها وبعدين حد بيهجم عليها، وبتيجي نشرة الأخبار وبنعرف إن في عصابة هجمت على أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد بيقتلوا 4 منهم، والخامس بتكون بنت مفقودة ملهاش أي أثر. الضابط بيظهر في نشرة الأخبار وبيقول إنهم لقوا كاميرات كتيرة في كل مكان في البيت، وإن العصابة مصورة الجريمة ونزل على كل السوشيال ميديا. فبيبدأوا الصحفيين يعملوا مقابلات مع الناس اللي اتفرجت على فيديوهات قتل الأسرة دي، وكانوا بيقولوا إنهم كانوا فاكرينه فيلم رعب لأنهم ما كانوش متخيلين إنه هيكون حقيقي. والغريب إنهم قالوا إن الفيديوهات كانت مسلية جدا. بعدين بنشوف بنت اسمها جيمي وبتكون رايحة رحلة مع أسرتها لمدة 10 أيام. أول ما بيمشوا من البيت بنشوف أشخاص بيقتحموا البيت وبيركبوا كاميرات في أماكن كتيرة، وبعد ما الرحلة بتخلص الأسرة بترجع لبيتها، وبنشوف كارلا أبو جيمي وهو بيتكلم في التليفون، وبنعرف إنه عليه ديون كتير مش عارف يسددها. جيمي بتدخل اوضتها وبتكتشف ان باباها ومرات باباها اوليفيا بهدلوا الاوضه، بتروح لهم وبتتعصب عليهم بسبب انهم مش محترمين خصوصيتها بس هم بيتجاهلوها. فبتطلع جيمي اوضتها وبتكلم حبيبها جوش لكنه ما بيردش عليها، وبنشوف اخو جيمي الصغير دي جي وهو بيطلع يرمي الزباله وبيلاقي هديه ملفوفه وبيكون جواها ولاعه. فجاه حد بيخده وبيكون عمه مات اللي جاي يقعد عندهم كام يوم، وبيقابل اخوه كارل ومات بيفهمه انه اتخانق مع مراته وهيقعد عندهم كام يوم. باين ان هو اوليفيا متضايقين من وجوده لان مات كان بيعاكس اوليفيا اغلب الوقت، ولكن كارل مضطر يوافق. بيطلع مات لجيمي وبيسلم عليها وبيسالها عن حياتها. جيمي بتقول له ان اوليفيا عامله لها مشاكل كتير في حياتها وهي السبب ان علاقتها بباباها مش كويسه، فبيقول لها ما تحطهاش في دماغها وان اوليفيا بتعمل كده لانها بتخاف منها، لان جيمي الوحيده اللي تقدر تقلب كارل على مراته، فعشان كده بتضايقها وبتعمل لها مشاكل. وبعد كده مات بيمشي، وفجأة بيشتغل فيديو لوحده على لابتوب جيمي، وبتكتشف انه تصوير ليها ولأسرتها وهما مع بعض في الأجازة، وكان التصوير قريب منهم جدا كأن الشخص اللي بيصورهم كان معاهم. بتبتدي تخاف وبتحاول توقف الفيديو لكن ما بتعرفش، والفيديو بيفضل شغال لحد ما بيخلص وبيرجع اللابتوب يشتغل بشكل طبيعي. طبعا مش فاهمة ايه اللي بيحصل، وبتحس ان في حد بيراقبها من الشباك فبتروح تقفله بسرعة. بعدها جوش بيتصل بيها فيديو كول وبيبان عليها الخوف، بيسألها مالها لكنها بتقوله انها مش عاوزة تتكلم في الموضوع، وبتسأله اذا كان شايف هيكملوا مع بعض ولا لا. وفي نفس الوقت بنلاقي ان اوليفيا بتتجسس عليها، وبعدها بنشوف كارل وهو قاعد مع مات وبيحكي له انه مديون بمبلغ كبير جدا ومش عارف هيتصرف فيهم ازاي. وهم بيتكلموا بنلاحظ شخص لابس ماسك بيراقبهم، وقبل ما كارل يروح ينام بيروح لجيمي يعتذر لها ان هو واوليفيا دخلوا اوضتها من غير ما يستأذنوها، بيقول لها انه بيحبها وبيطلب منها ما تزعلش منه، فبتقول له انها مش زعلانه. بيرجع كارل اوضته وبيقول لاوليفيا انه اعتذر لجيمي، واوليفيا بتقول له انها خايفه ما تعرفش تتواصل معاها وان علاقتهم تبوظ اكتر من كده، لكن كارل بيطمنها. في نفس الوقت ده ماد مش بيلاقي موبايله وبيروح للعربية عشان يدور عليه، وبيبدأ يسمع أصوات غريبة جاية من الجنينة، فبيروح يشوف الأصوات دي جاية منين. بيلاقي كاميرا على شكل طيارة آلية بتصوره، بيفتكر إن دي جي بيلعب معاه، لكن فجأة حد بيضربه من ظهره وبيقع على الأرض. بعد كده بنشوف مجموعة أشخاص لابسين ماسكات بيدخلوا البيت، وفي نفس الوقت جيمي في الحمام بتعمل اختبار حمل وبتلاقي النتيجة إيجابية. بعد كده العصابة بتبتدي تحط أسياك حديد على كل الأبواب والشبابيك عشان محدش يقدر يهرب، وبيلموا كل تليفوناتهم. وأول ما جيمي بتسمع الصوت بتطلع من الحمام، وكارلو وأوليفيا ودي جي بيصحوا من صوت الأسياك وهي بتتركب. بيتجمعوا كلهم في الدور اللي فوق ومش بيلاقوا مات في أوضته. بيقرر كارلين ينزل يدور عليه، لكنه بيطلع بسرعة وبيقول لهم يطلبوا البوليس، وبياخد سكينة وينزل تاني. لكن قبل بينزل أوليفيا بتقوله إن الموبايلات كلها مش موجودة، فبيستغرب وبيكمل نزول الدور الأرضي يدور على الموبايلات. وأول ما بينزل بيلاقي كاميرا على الأرض بتصوره وبتطلع الصورة فوري. أول ما بيشوف الصورة بيلاقي حد واقف وراه، بيلف بسرعة لكن مش بيلاقي حد، وفجأة بيسمع أصوات حوالين البيت وبيبقى مرعوب مش فاهم إيه اللي بيحصل. جيمي بتنادي عليه وبتقول له يطلع بسرعة، لكن بيقول لها تطلع هي وما تخافش وكل حاجة هتكون كويسة. وبعد كده بيكمل بحث على الموبايلات. فجأة بيهجم عليه واحد لابس ماسك وبيبتدي يخنقه بكيس. كلهم بيسمعوه بينزلوا بيشوفوا الراجل وهو بيخنق كارل لحد ما بيموت قدامهم، وبيلاقوا واحد من العصابة جاي عليهم بسرعة، فبيطلعوا يجروا بيستخبوا في أوضة وبيقفلوا وراهم الباب. بيسمعوا صوت الراجل وهو بيقرب عليهم وبيحاول يفتحه، ولما ما بيعرفش بيسمعوه هو بيبعد عن اوضتهم. وبعدها بتدخل جيمي تدور في الاوضه عشان تتاكد انه ما فيش اي حد من العصابه معاهم، واوليفيا بتدور على اي موبايل لكن ما بتلاقيش.
وبتقول جيمي انهم لازم ينزلوا عشان يشوفوا باباها اذا كان عايش ولا لا، لكن اوليفيا بترفض وبتقول لهم انه مات قدامهم واكيد العصابة موجودين تحت، وكل المفروض يعملوه دلوقتي انهم يهربوا من البيت باسرع وقت. فبيروحوا يشوفوا هيقدروا يهربوا من الشباك ولا لا، وفجأة بتظهر قدامهم كاميرا على طيارة آلية بتصورهم. اوليفيا بتكسر ازاز الشباك لكنهم بيبقوا في دور عالي فمش بيعرفوا يهربوا، وبيفضلوا يصوتوا عشان حد يساعدهم لكن مفيش فايدة. وقتها بيشوفوا جثة مات في الجنينة، وفي نفس الوقت بيشتغل فيديو لوحده لجيمي وهي بتتكلم عن اوليفيا بطريقة وحشة، بتقول انها اتجوزت باباها عشان فلوسه. وبيجي فيديو تاني ليها وهي بتتكلم مع دكتور نفسي عن باباها وبتقول انها بتتمنى لو هو اللي مات مش مامتها. الفيديو اللي بعده لكارل وكاتبين على الحيطة بدمه اقتل او هتتقتل. ساعتها بيتصدموا مش مصدقين اللي بيحصل لهم، لكن اوليفيا بتقول انهم هيهربوا من البيت وبتطلب منهم يدوروا على حاجات حادة علشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم. فبيدوروا وبيلاقوا ادوات قليلة وبتقول لهم لازم يخرجوا من الاوضة، اول ما بيخرجوا منها بيكون النور مقطوع، ولما بيرجع بيلاقوا قدامهم بلالين كتيرة وعليها ورقة مكتوب فيها انهم شايفينهم. وفي نفس الوقت موبايل جيمي بيرن فبتروح عشان ترد، لكن فجأة بيشتغل فيديو تاني وبيكون الفيديو من رئيس العصابة وبيقول لهم يا يقتلوا يا هيتقتلوا. فبيبصوا حواليهم بيلاقوا صاعق كهربا ملفوف كأنه هدية وبرضو مكتوب عليها اقتل او هتتقتل. فبيفهموا ان العصابة عاوزينهم يحاولوا يقتلوهم او العصابة هي اللي هتقتلهم. اوليفيا بتاخد الصاعق وبيخرجوا من الاوضة وبينزلوا، واول ما اوليفيا بتوصل لباب الشقة وتفتحه بتلاقي حواليه اسياك حديد، فبتعرف انهم مستحيل يخرجوا من الشقة. بيسمعوا صوت خبط قوي جدا لكن ما بيقدروش يحددوا جاي منين. فجأة بتلاقي جيمي واحد من العصابة واقف وراها وبيحاول يخنقها، لكنها بتقدر تفلت منه وبتنزل تحت بسرعة، والعصابة كلها بيحاولوا يقتلوهم لكن بيعرفوا يهربوا وبينزلوا البدروم وبيقفلوا على نفسهم. بيلاقوا شبابيك البدروم برضو مقفولة بالأسياج، بيدوروا على حاجات يقلعوا بيها الأسياج، وهم بيدوروا جيمي بتلاقي لبس مامتها متعلق وعليه سكينة ومكتوب فوقيه يا ترى مامتها كانت هتعمل ايه في الموقف ده لو كانت عايشة. بتتضايق جدا من الكلام ده، لكن فجأة كلهم بيسمعوا صوت عربيات الشرطة فبيفضلوا يصوتوا ويطلبوا المساعدة، بس بيلاقوا ميكروفونات وبيعرفوا ان ده تسجيل من العصابة لانهم كانوا عارفين انهم هينزلوا ببدرهم. دي جي بيقول لهم انه لقى ولاعة وهو بيرمي الزبالة ملفوفة لفة هدية زي السكينة، فبيفهموا ان دي مساعدات ليهم من العصابة. وفي نفس الوقت جوش بيوصل بيت جيمي عشان يطمن عليها، وفجأة بيشتغل تلفزيون في البدروم بيبقى باين فيه جوش وهو داخل البيت، بيبتدوا يصوتوا عشان يسمعهم، وفعلا بيسمعهم وبيعرف انهم في البدروم. بيحاول يفتح الباب لكن بيجي واحد بيموته قدامهم. جيمي بتنهار وبتقعد تعيط على حبيبها، لكن اوليفيا بتلاقي شباك سري في البدروم وبتبتدي تطلع منه، وبتسيب جيمي ودي جاي وبتوعدهم انها هترجع لهم وتنقذهم، وبتروح عند البوابة عشان تخرج، لكن فجأة بيظهر مات وبتعرف انه لسه عايش وبيطلب منها تفتح البوابة بسرعة، لكن واحد من العصابة بيهجم عليهم. مات بيصده وبيطلب من اوليفيا تهرب، واثناء ما هي بتهرب الراجل بيقتل مات وبيحاول يلحق اوليفيا لكن بتقدر تهرب، وهي بتجري على الطريق بتلاقي عربية وبتطلب من السواق يساعدها فبيقول لها تركب، لكن لما بتيجي تركب بتكتشف انه تبع العصابة وبيهجم عليها. وفي مكان تاني دي جي بيدخل الحمام وبتفضل جيمي قاعدة لوحدها، ولما بيخلص ويجي يخرج بيلاقي الباب مقفول وما بيعرفش يفتحه. وفي نفس الوقت واحد من العصابة بيهجم على جيمي بيحاول يقتلها، لكن فجأة بتلاقي صاعق الكهرباء جنبها فبتكهربه لحد ما بيغمى عليه، لكن بيطلع انه بيمثل عليها وبيحاول يقتلها. وهنا دي جي بيخرج من الحمام في اخر لحظة وبيقتله، بتشيل جيمي الماسك من على وشه، بتلاقيها بنت ما تعرفهاش، بتروح تاخد السكينة اللي كانت على لبس مامتها وبيطلعوا فوق، وهناك بيلاقوا جثة في الصالة. بتقرب جيمي منها وبتعرف انها جثة اوليفيا. فجأة بيهجم عليهم واحد من العصابة لكن بيقدروا يهربوا ويستخبوا منه. بيرن تليفون في الأوضة فبتروح جيمي ترد وبتسألهم هما بيعملوا فيهم كده ليه، فبيقولوا لها ان الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتهم بيستمتعوا وهو ده هدفهم، وانهم بيراقبوها من مدة طويلة وعارفين كل حاجة عنها وعن الحاجات الوحشة اللي كانت بتتمناها لأسرتها، وانهم المفروض دلوقتي يقتلوها هي واخوها عشان الجمهور يستمتع، لكن لو فكرت انها تخلص منهم زي ما فكرت في أسرتها بالشكل ده هتفضل عايشة وتحافظ على حياتها وحياة أخوها. فجأة جيمي بتصرخ وبتطلب من المتفرجين يطلبوا الشرطة وبتقول لهم على العنوان، لكن العصابة بتكتم الصوت، وهنا بتقرر تتحداهم وتقتلهم. بتطلع للدور اللي فوق ومعاها سكينة
بتلاقي واحد قدامها فبتهجم عليه وبتحاول تقتله، ودي جي بيرش عليه بنزين وبيستخدم الولاعة، لكن الراجل بيضربه وبيرمي بعيد. بيروح يمسك جيمي وبيفضل يخنقها، بيفتكر انها ماتت فبيسيبها ويقوم، لكن بتمثل عليه بتمسك الولاعة وبتولع فيه. بتاخد اخوها وبيقدروا يهربوا من البيت بعد ما بيقدروا يكسروا الاسياج، وفي نفس الوقت الراجل بيطفي نفسه من النار وبيكون لسه عايش. جيمي واخوها بيجروا على الطريق وبيلاقوا نفس العربية اللي اوليفيا شافتها، فجيمي بتطلب منهم المساعدة، واول ما بيفتحوا الباب بيخطفوها وبيدخلوا دي جي معاها. وبعدين بيشتغل فيديو للبنت اللي خطفوها من الاسرة اللي قبلهم، ولما جيمي بتشوفها بتعرفها وبتكتشف ان دي البنت اللي هم قتلوها في البدروم، فبتفهم ان العصابة بتاخد واحد من كل اسرة وبتجبره ينضم للعصابة. وفعلا رئيس العصابة بيعرض عليها تنضم لهم وتساعدهم في انهم يهجموا على اسرة تانية في مقابل انهم هيسيبوا اخوها عايش، وبيقول لها ان اهم حاجة انها تخلي الجمهور يستمتع ويكون عندها طرق جديدة لقتل الاسرة اللي بعدهم، وانه بسبب افكارها الشريرة الجمهور هيكبر والناس اللي بتتفرج عليهم هيزيدوا. وفي النهاية بتضطر توافق وتنضم لهم عشان اخوها يعيش. لكن تفتكروا، هل جيني هتفضل مسجونة ولا هتقدر تتغلب عليهم؟ وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.